بيكم في شهوة صبية، شنو حوالكم؟ أنا فرحانة برشا برشا برشا. علاش؟ على خاطر البرنامج عجبكم، مانيل عجبتكم، لي تشالنج عجبوكم، لي بون بلون عجبوكم. على هذاك ظهر لي باش نكملوا بها رمضان، واليوم باش تكون حاجة سبيسيال في تشالنج في تيك توك في دماغ شترقتك، ويلا نبدأ. واليوم قالت لي زين الزين، واليوم قالت لي زين الزين. اليوم بيسكو سان فالونتان على الابواب، قلنا علاش ما نعملوش حلقه سبيسيالمون لسان فالونتان. كيفاش تعمل حاجه تكون هكا سامباتيك عشي هكا مزيان هكا كل في نفس الوقت مش تشسر اليد عامله كاو دونك المراه لازم هزيت تتليه بروحها نهار سان فالونتان. وحاجه اخرى سان فالونتان مش كان الكوب اللي يفرحوا ببعضهم وكادويت وجو، نجم انت تهدي كادو لامك، نجم تهدي كادو لاولادك، نجم اولادك يهديو لك كادو زاده ايش بي ها. دونك اليوم قلت خلينا نعملوا حاجه هكا سامباتيك، ينجم يكون هكا ان ديني اون اموغو، ينجم يكون مع العائله هكا لما مزينه وكل، باش نعملوا حاجات تري فاسيل. هكا انا قريت حسابي حتى من لصحنا خذيت اربعه، انا وحمزه وقمر وادريس. يلا اي يا سيدي باش نعطيكم افكار، اما الافكار نتاعي باش تكون ذكيه. تعمل بيتزا اما تعملها الفورمه نتاع كوخ، مش لازم تعملها مدوره. نجم يكونوا راهو ديزاستوس صغار داخل بهم حتى الفرحه للدار هكا وتعملوا جو الدنيا هذيك الكل، في نفس الوقت سامباتيك هكا تلقى بيتزا الفورمه نتاعها قل ويشيخوا عليها سورتو صغار. انا راهو الاحتفالات نتاعي في سان فالونتان يكونوا انا والصغيرات والرويجل والدنيا الكل داكوردو. نبداو توا بالبات نتاعنا نتاع البيتزا، ركزوا معايا على خاطر عندي بيتزا، عندي بيتزا نودكم ولا نشاركم. على ذيك قلت اليوم اوكا دوزونا منها نعطيكم الروسيت نتاع البات نتاع البيتزا نتاعي كيفاش نعملها، وفرد مره نعطيكم هكا فكره جديده كيفاش تعملوها كوغ كيبدا ما عندكمش لمول حتى شيء. فهمتوني؟ برا نبدا. قالوا سان فالونتان كان اون اموغو. توا ركزوا معايا مليح مليح خاطر البات نتاع البيتزا فيها استوس صغيره باش تجيكم هشوشه بنينه وتجي كيما نتاع الشارع، لا والله خير من نتاع الشارع. هوني باش ناخذوا شويه ماء، لازم يكون الماء نتاعنا دافي ما يكونش سخون. راهو كان تحطوا الماء سخون ما تطلعش الخميره نتاعكم. الماء اللي حطيناه باش نحطوا فيه مغرفه صغيره خميره نتاع الخبز، انا مغرفتي هوني صغيره برشا ديكو حطيت بزي، وباش نحطوا معاه مغرفه سكر نخلطوهم مع بعضهم. هوني عندي مقدار اربع مغرفه كبار زيت زيتونه نحطوهم كيف كيف، نخلطوها هذيا كلها مع بعضها هكايا ونخليوها على جنب ترتاح. هوني باش ناخذ الفارينه، هوني عندي 400 غرام فارينه باش نحط معاها مغرفه صغيره ملح. الحقيقه انا ملي وليت نستعمل هذايا وليت في كل حاجه نحطه، دونك نجمو تفوقوا به هذايا الدره ديجا ديما كي تشوفوا تقولوا لي فاش نجمو نستعملوه كل شيء. دونك هذايا الزعتر الاخضر انا ان لاف. هنايا عندك الفارينه اللي زدناها الملح باش نحطوها باش نبداو خاطر توا نعجنوا، نجمو راهو نعجنوها بيدينا كيما نجمو نعجنوها بالبيتران. انا الحقيقه البيتران يسهل لي، ديما نقول لكم لي بتيز الكتروميناجي هذوما اللي في الكوجينه يسهلوا لكم حياتكم. دونك هنايا نحب نفوحها انا البات نتاعي، كل مره نفوحها ديما الحقيقه، مره نحط فيها بازيليك، مره نحط فيها زيتون ونحط فيها بصل يبدا هكا سوتي وكتجي كيسر بنينه زاده. المره هذه قلت خنحط فيها الزعتر الاخضر نتاع الدره في البات نتاعي. الحق ريحته فيه وحق، شفتك الزعتر هذاك نخلطوا الدنيا الكل مع بعضها. نجي هوني نحطك البريباراسيون تاع الزيت والكل، حطيتك الليكي تويكه باش نعجن الدنيا الكل مع بعضها، واستني باش نوريكم الاستوس اللي باش نحطها باش تجي البات هشوشه على الاخر وبنين. شفتوا هي الدور هكا والكل، انا نجي هنايا كاين عندي شويه البان كريم فريش والا ياغورت ناتوريل نحط مقدار مغرفتين كبار ونزيدها للبريباراسيون. على فكره راني قاعده نزيد في الماء بشويه بشويه قبل ما نحط الياغورت باش نشوف الكونسيستنس نتاعها كيفاش. البات نتاعنا حاضرت، دونك توا خليني نحط شويه زيت في يديا. هرت هالدنيا تعوم زيت زيتونه ميسيتش. هنايا باش نحي الكلبات نتاعي، البات ما لازمش تكون ياسر يابسه، معناتها تجيك البات نتاع الفريكاسي فوالا، اما تكون اعقد شويه هكا هاو. خليوها توا ترتاح 30 مينوت، اونتر تون احنا باش نعملوا اون اوتر روسيت باش نوريها لكم.
يلا مادامك البات نتاعنا نتاع البيتزا خليناها ترتاح 30 دقيقة. إيه انا مش نطول عليكم توا باش نعملوا ديم كيك جاتو يحضر في سافيزا يتعمل في الميكروويف ما يشدش برشا وقت ما يستحقش عظام باش نعملوهم في الفليجن هذوما دونك باش ندخلوهم للفور جوست لازمهم ادابتي راهو يكونوا ما ردوا بالكم معناتها ما يكونش فيهم دوغي ولا حاجة على خاطر كي يدخلوا الفور ينجموا يعملوا رياكسيون خايبة. وعندنا هذوما شريت هذوما لي كوردون اللي فيهم قلوب قلوب القلوب في البلايص الكل في الكوردون في البيتزا وتوا ركزوا معايا خاطر باش نوريكم كيفاش نعملوا الميب كيك. هاي سيدي باش ناخذوا المغرفه دونك هنايا باش ناخذوا مغرفتين كبار فارينة ومعاهم مغرفه كبيره سكر. بي هنايا يا جماعه على خاطر انا باش نعمل كنزوزه كهو انا عامله ريجيم زعما دونك باش نعمل لهم كل يوم هما كهو باش نذوق شويه كمان باش نوريكم جوست كيفاش نعملوهم. من بعديك انتوما كي باش تعملوا مثلا 4 ميك كيك والكل اعملوا لا كونتيتي اللي باش نوريه لكم فوا 2. دونك هنا باش نحط السكر فاني شطر مغرفه صغيره لوفو خميره نتاع جاتو. بي كالعاده نخلط الشايح الكل مع بعضه. هنا باش نزيدوهم مغرفه كبيره كاكاو وهذوما باش نخلطوهم مع بعضهم باش نحطوا لهم مغرفه كبيره زيت. هنا عندي انا مايس ويل دو مايس وباش نزيدوهم زوز مغارف كبار حليب مغرفه اثنين بعد عينا مزيانه المهم تتحرك بالكدي بلاش امورنا امريكله. لازم الكاكاو من النوعيه الباهيه ونيا نجمو نزيدوها شويه شوكولا باش نجيبو توا لي ميك كيك نتاعنا. هوني احنا عنا الفنيجن هذيا كي نبدا هكا شي حاجه حلوه دقيقه من زمان تكون حاضره كي نبدا هكا نتفرج في فيلم ولا فازا هبيل هبيل ما نحطوش برشا خاطر من بعد هذيا بيسكو حطينا الخميره باش تنفج وتطلع دونك هكا سبا ونعبيو الكعبه الثانيه. حطيناهم فك الفنيجن نتاعنا وتوا باش نحطوهم مده دقيقه في الميكروويف. شفتوا مساله الدنيا مع تنويشه بيه لطن المكيك نتاعنا خليتهم يبردوا شويه باش نوريهم لكم في الاخر بالكل نعمل لكم شويه سسبانس باش تشوفوهم كيفاش. جبت لكم حاجه وليت ياسر نستعملها خديتها مع الفور نتاعي يوم فات هذيا تعطيكم التكستور نتاع البيتزا كوش عليها معموله فو دو بوا ياسر طياره دونك قلت خليني نجربها لكم اليوم ولو يبيعوها راه وحدها معناتها في لي غون سيرفاس دونك تلقاوها كل لوحه هكا مش لوحه كرخامه ولا كيفاش. دونك قبل انا شريتها وخبيتها لين جاء الوقت وفهمت علاش حاطينها هذيا. دونك هذيا تحطوها في الفور تسخن بالقدي بالقدي ومن بعد تحطوا فوقها البيتزا جيكم بيتزا ملا بيتزا. البيتزا نتاعنا نفجت تاحت 30 دقيقة يكفي راهو. هنايا توا باش نجي نحط شوية فارينة. جبت المول نتاعي مش مول هو امبورت بيس دونك توا نوريكم تنجمو تستعملوا هكا كان عندكم هذايا وتاخذوه تربحوه يصلح حاسيلو بالكدا بالكدا. دونك تويكا باش نحط البات نتاعي باش نحلها نحط شوية زيت. الاكسسوار نتاع الامبيغ هذاك اللي وريتهولكم من قبيلة خليته توا يسخن تحطه في الفور وتحطه التمبيغاتور نتاعو ياسر قوية. توا حطيته 250 باش يسخن بالكدا بالكدا ومن بعد ننقص في التمبيغاتور ياخذ كالسخانة هذاك نتاع الفور هذيا نورمالمون تعمل لي كابتي. شفتوها البات كيفاش طريه هكا تجيكم خفيفه وهشوشه. نحطوا قلنا شويه فارينه ونحطوها هنايا. انا المره هذيا البيتزا مانيش باش نعملها بالتون باش نعملها بالتشوريزو. التشوريزو اللي هو يشبه للجمبون تلقاها كعبه ما اصغر جينيرالمون يعملوها بالبوف اللي هو البقري معناتها وكل وتلقاها ايبيسي. غنحل توا البات وينو القلقالم نتاعي العجيب اللي انا نحبه هو البات. هوني راهو مانيش باش نحطها ياسر خشينه لازمها تكون جويده. تنوريكم ليبيسور نتاعها باش نتوما عملناها في تبرخ فلف زيد جات بنينه مش نورمال. هذه انا البات ساعات نحطها في القليه مش في الفور كي تكسر فوري وقتها استنبط حاجات الجاتو كما اللي وريته لكم المره اللي فاتت بدينا بيها السيزون تاعنا من شهوه صبيه. هون عندنا الكالكور نتاعنا شفتوا ليبيسور نتاعها كيفاش ما يلزمهاش تكون ياسر ايبس. نجي هوني ونعمل الفورما نتاعي هالا ورينا الكور ايه هذا المطلوب محليجي. دونك تو هنا اش باش نعمل نعملها هكا حطيناها فوقك البابي كويسون باش نهزوها هكا ونحطوها فوقك الكيغ اللي قلت لكم عليها. هوني توا ليتاب ديما اللي نعملها نحط السوستومات بيسكو هوني عندي السوستومات حاضره مفوحه امورها واضحه دونك باش نحط من الاول السوستومات وندخلها للفور. ما نحطوش الفخوماج من الاول وما نحطوش التون من الاول. ريحتها فيوحه فيها البازيليك وكامله من جميع ماء. نجي هوني ونحط ديما الاحراف نحاول ما نحطش فيهم فوالا نخلي هذيا توا باش نهزها باش نحطها في البلاتو ونهزها نحطها فوق البيير هذيك نخليها تطيب اونتر طون نعمل الكعبه الثانيه. هاني جاي
علاش انا خديت شوريزو؟ نجمو تعملو بالجمبون راهو. هوني باش نجي نعمل الفورمه نتاع القلب بالمقص، ما هي مدوره دونك قاعده نتبع فيها باش نخلق الفورمه نتاع الكوخ. هاي ينجح. اما كعبيت مش يجوك براهو مش نورمال، اما هذيك البنه. المهم يكون حاجه معموله في الدار انت عملتها، خاطر النهار هذاك شنو هو النهار المطلوب منك؟ هو لو بارتاج نتاع الحب. بسكو احنا عام كامل واحنا نبداو نجري وندرشني والروتين والجو، دونك هكا دو طون زون طون باهي واحد كي يزيد يدخل الفرحه هكايا للدار، وحتى معناتها صغيرات وام وبوه خواته والعباد العزيز عليه العباد اللي يحبهم، معناتها هكا لما كي تبدا هكايا وحاجات يكونوا سامبوليك هكا وصغار اما يعني وبرشا للعباد معناتها بالحق. كيما العيد الكبير العيد الصغير يزيد يخلي لما هكا وصله الرحم وكل. انا نشوف هكا قولش مش متيعنا مش متيعنا دي بتيت استوس كيما يقولوا، كون ما انت عندكم حاجه تبدل الجو في الدار هكا ولا قولوا لي. فما شكون باش يقول لي بربي بربي يزي بالخرم، فما شكون والله عندك الحق، احنا هوني الكل موافقين الراي راهو. اي كملنا القلوب نتاعنا، خلينا نمشيو نتفقدوا كل بيتزا. هاني جايتكم هوني. هي اشترت ياب باش نحطوا لها الموتزاريلا نتاعنا، وزدتها شويه جوده على خاطر الموتزاريلا ما فيهش مطعم كبير. دونك نجي هوني نحط لها قد ما نحب هنا فخوماج، نحط داك ليكور اللي انا حضرتهم هلا، ونعاود ندخلها للفور باش تكمل الطيب. اكل بيتزا خرجت من الفور فيوحه، باش نزيدوها شويه بازيليك يزي بالبازيليك. عندنا اكل مكيك خرج حطيته 1 مينوت في الميكروويف، دونك خليته اخر دقيقه حتى كشي البيتزا نتاعي تي. وهوني عندي شوكولا تارتيني باش نحطها شويه من فوق، نحطوا لها كان عندنا شويه بيبيت دو شوكولا ولا نوازيت كونكاسي شويه فيكي هكا مهروشه وكل. وباش نجي هنايا ناخذ كالكوردون هذاك اللي فيه كور، نقصوا خاطر الموغ نتاعي ماهوش ياسر كبير، حطوا هكا. اش قالكم في الافكار؟ بسيطه اما فيها برشا حب برشا حب برشا حب برشا حب. حسن هذا المطلوب. البيتزا نتاعنا شفت جيت مستخضره شويه من هنا نتاع الزعتر، شفت كي تعملوها جويده على الاخر من بعد تزيد تنفش وتولي لي بيسور نتاعها امبيكابل. شفتوا لي في نتاع الاكل بيير اللي حاطين عليها قش عليها طايبه في دو بوا. هذه هي البيتزا نتاعنا، استنى نوريكم من داخل التكستور والفرماج حاجه تهبل. ملا بيتزا ملا بيتزا وملا بنه، حاجه مانيفيك. ماليش معايا الفرماج. هبيل هبيل هبيل. البات جات مفوحه بالزعتر والكل، سورتو الموتزاريلا العربي هكا وكل، عطات بنه مش كان تجبيده كاع، والتشوريزو يسر يسر فيه. نبعدوا شويه على الطن اون بلوس هكا لي فورم نتاعو كور والكل، واحنا ش قلنا لازمنا نكثروا في الحب هكا ولا. دونك هذه البيتزا فاليدي مع عند شكون مع التنويشه. وتوا الديجستاسيون نتاع المكيك اللي انا نعرفوا اللي هو بنين، كي يبدا نتفليكس ان تشيل شنو نحط معاها؟ المكيك. فالور سور. هبيل هبيل هذا 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 باش تعقل عليه توا. احنا هوني شكون اللي باش ياكل اكثر من الاخر؟ مالا بنا مالا بنا. فوالا هذا هو التشالنج نتاع اليوم، كيفاش تعمل هكا امبيونس وحدك في الدار وتبدل الجو في سان فالونتان بحاجات خفيفه فكيه سورتو واقتصاديه ما تشدكمش برشا وقت في الكوجينه. توا نمشي ولي تيك توك ولي ريزو سوسيو ولي ريلز ولي مليون دو فيو ونتعدي للتوب ولا فلوب. الله هذا المطلوب. علاش المطلوب؟ على خاطر لي مثل كل قاعده نحير شنو نهز في اللانج بوكس نتاع دريس، وهذه عجبتني على الاخر. خذيت تورتيلا كيما البان ليباني هذاك، قصت منه شويه حطت فيه هريسه فخوماج طن ندرشني هي حطتوني شني. حسيلو انتم تنوعوا كيف ما تحبوا. ومن بعديكا عملتها هكا كيما البريكا، ومن بعديكا حطتها في بوالا وبعد تاكلها صحه وبالشفاء. تعالوا نجربوا هذه حتى لينا تصلح، نجم حتى نعملوها بالبان كومبلي، نجربوها نشوفوها تنجح ولا لا. باهي خبز التورتيلا جاي، الدنيا الكل مريقله، عندنا الهريسه البنينه نتاع صبره، وتوا باش نجربوا نعملوا هالتورتيلا هذي. الفكره والجوين كيفاش هي معناتها سهله، وفي نفس الوقت الطريقه معناتها كيفاش الفاسون كيفاش قاعدين يعملوا بها في الساندويتش هي اللي تشهي اكثر. معناتها مهمش يعملوا فيها مدوره ولا مربعه ولا، دونك يقصوا الشطر البان كيف من هكا. دونك هوني باش نحط انا كوش لولاني
نتاع الهريسه، باش نحط شويه، نجم نحط معاها هوني شويه مايونيز، بعد تحطوا اللي تحبوا. هذه راهو بالحق عامله البوز في لي ريزو سوسيو. دونك يقصوا التورتيلا نتاعهم ربع، يقصوا على اربعة هكا، مش بالمقص، معناتها يقسموها بارابور للتوبينغ اللي باش يحطوه. دونك هنا يحطوا هكا، ومن بعد يجي هوني يحط في البارتي الثانيه. وانا عندي دجاج، انا حطيت دجاج، تروف دجاج، نجم تحطوا طن، نجم تحطوا جامبون، ديما عندكم الاختيارات. هنا يجي مثلا يحط فقوس على، وهوني مثلا يجي يحط فوق الدجاج يحط موتزاريلا، وهوني نجم نحطو هكا صال، نقصو دي رونديل نتاع مايتوتا يبلش. هي توا التكتيكة هوني، يجي هنا يعملها هك ويزيد يعملها هكي ويزيد يعملها هكا. شفتوها كيفاش تجي؟ ومن بعد توا باش حطي طيبها سيل على الاخر. اما شنو الفازه هوني؟ تجيب في الشيره هذيا وبعديك لازم نكبسوا عليها كي باش تجيب بالكدا وتجي فرد واحد. اي خطي ومن بعد نقلبوها. اسمع زدت عملت كعبه اخرى، قلت هاكا هوني خاطر باش نقسموهم كل شيء. توا باش نعملوا الديجوستاسيون وظاهره الحقيقه بنينه بنينه بنينه. اون بليس شفت حتى كي تجيب باش تشدوها هكا والكل سهله مش كيما الاخرى، ينجم يتيح لكم الفاخس من اللوطه والكل تنجح. أي برا نعمل ديجستاسيون. هبا مانيفاك. هذه جو فاليد والله لا ميثود لا فاسون تاع الساندويتش، وفي نفس الوقت هي كيفاش لا تمسخ يديك لا حتى شيء، كل شيء الفخس الكل ملموم، لا يهبطك على اليمين لا يهبطك على اليسار لا حتى شيء. اوكي وتوا نخليكم في الدماغ اشتراقتك. وين الدمق اليوم؟ الدمق اليوم في البرد هذايا، وانا اشتهيت بيتزا قرموشه باتفين. مشيت طول سيدي بوسعيد ل 100 بريما، حسيت لو بلاسمون تاعو ساهل على الاخر، وعنده بيتزا بنينه على الاخر. وهوني فتكم بالكليم اللي هو ما عندوش البيتزا موين، عنده الال والاكس ال اون بلوس، معناتها تنجم تقسمها وتحط التوبينغ اللي تحب. دونك على هذيك قلت اليوم لازمني انا نمشي نيك على خاطرني جوت. في نفس الوقت باش نهزكم معايا باش تشوفوا شنيا التشخشخه نتاع البيتزا نتاع 100 بريما. 100 بريما موجوده من 2016، وين الباركينغ نتاع سيدي بوسعيد الكبير 14 جونفي، فما البارك ورانا بالضبط، معناتها نحن ورا البارك نجيو. دونك هوني ما نلقاوش بيتزا ال، لا عندنا كام ال والاكسل. ال هي معناتها بوغ اون بيرسون والاكسل بوغ دو بيرسون، اما هي تسمى تو اكثر تسمى فاميليار، اما نحن نقولوا اوكي كي يبدا واحد هكا غورمون وياكل برشا لازم ياكل بيتزا واحده. شنو عندنا هوني؟ عندنا بيتزا صوص توماط، والا نختاروا بيتزا صوص بلونش. وعندنا هوني فما برشا انواع راهو بالحق، هاوش ناخذ واحده اكسل باش نقسموها على اثنين، واحده نحطوا فيها صوص بلونش وواحده نحطوا فيها صوص توماط. نورمالمون هكا امورنا مريقله ونذوقوا من كل شيء. اما شنو نحطوا فيها تاع صوص توماط؟ عندنا البرودوي كل فري وامبورتي، موتزاريلا وبرميجانو، حاجه فري وحاجه بنينه بالكدا. نحن عملوا توب 10 في البيتزا في دوبوا، اختارونا نحن بارمي لي دي بريمير و دو زاني سوكسيسيف 2020 و 2021. في الصيف لازمك تعمل ريزرفاسيون. في الصيف خاطر عرفت كل الجوع فرد وقت، وكلها تجي تحب تاكل، كلها جعانين، وكليونات عرفتها يحبوا ما يحبوش يستناو، وهي ميم با معناتها 6 مينوت 10 مينوت كرو ماكس تبدا حاضره بيتزا. اما كليون يحب يجي جعان يقول لك بيتزا على في دوبوا تحضر في ساعه وكل شيء، ومرحبا بالناس الكل. اي بيان سور نحن نعمل ليفريزون، نحن ليفريزون كي البونيو كيما نقول فيها لونتوراج لهنا اللي قريبه، تقعد سخونه تقعد سخونه وباهيه ما تصوش بيته. وعندنا 30 نوع تاع بيتزا، عندنا من المارغريتا حتىش للبريستيج، معناتها بريستيج اللي هي اقوى بيتزا عندنا، حتى في البري ريزونابل من 10 دينار حتىش ل 30 دينار. عندنا سبيسياليتي نتاعنا اللي هي بيتزا بيانكا فيردي، هذه ما تلقاهاش في بلاصه الكل، تلقاها كان عندنا نحن، اللي هي سكري سالي، بيتزا فيها ميل، فيها روكيت، فيها برميجانو، فيها توماط سيريز، وفيها نوا، هذوما كل في بيتزا برك، هذه برا جاي لازمك تجي تذوقها، حاجة بنينة بنينة، تجي ديسير زاد، بيتزا ديسير أكيد، 5 فرماج بنينة زادة ومطلوبة برشا، بالأخص في الصوص بلونش، الناس الكل يحبوها. هو راهو الحقيقة جايب لي هكا لي كوفير وكل شيء، أما عندي أنا البيتزا لازم تغطس فيها، دونك شنو نذوقوا؟ شوفوا هذه سان فرماج، أما نلقى صح حويجة، نحب معاها حاجة، عندك بوكا سيدي محمد؟ بيان سور. واحدة تو تو، البنة والدمق ما يحلى كان مع البوكا. هاي هو الحس هذا لازم مع البيتزا. هذا المطلوب. هاي لاباد مبسة، لاباد قرموشة هكا وهشوشة على الاخر، سورتو التوبينغ مثلا هنايا اللي عجبني الموتزاريلا واللو ميلونج معناها الكل بالرسمي بنين على الاخر، وماشي كري قوية على الاخر، اكري بغي هاو مرسو هكا مرسو هكا فيغ ليكيليبر، حتى الفرويد ماغ تنجح زادا.
الكونسيبت هذايا تخذيناها من عند الطلياني معناتها الروسيت والبات حتى لاسيل ديجا المنيو نتاعهم ما بدلناهوش خذينا روليف عليه وكملنا معناتها من 2018 حتى 2023 نفس البنا نفس الكونسيبت نفس كل شيء البرتو متوجه له تحيه معروف في مارس ومعروف سيدي بوسعيد يعطيك الصحه يعني. محمد ميرسي عايشك مرحبا ميرسي نورتونا عايشك مرحبا عايشك